الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. النهارده هنتكلم على الفابورايزرز. بسم الله الرحمن الرحيم. Vaporizers will include plenum and raw over vaporizers. We will talk about the boils bottle. Flow dependence, temperature stability, temperature compensation, disfluorine vaporizer, effect of pressure on vaporizer, working at a hyperbaric pressure, and use of vaporizer in tandem. And then lastly, we'll talk about draw over vaporizers. فكرة الفابورايزرز، لأن إزازة الانهاليشن اسيتكس التركيز بتاعها عالي جدا. الأيزوفلورين بيبقى يمثل 32% من الاتموسفيريك بريشر اللي هو 100 كيلو باسكال، وبالتالي يبقى ضغطه 32 كيلو باسكال، وهو بياند الريكوايرمنت تو انستايز بيشن اب تو ان هو ممكن يكون توكسيك. احنا زي ما ذكرنا قبل كده ان الساتوريتد فيبر بريشر بيتولد لما احط ليكويد في كونتينر، الكونتينر ده بيبقى مقفول، في بعض المولكيولز اوف ذا ليكويد بيخشوا في الفيبر ستيت، وفي بعض المولكيولز يرجعوا تاني للليكويد ستيت، يفضل المولكيولز رايحين جايين لحد ما يحصل ستابيليتي في تايم معين. الفيبر بريشر اللي بيبومبارد الوول اوف ذا كونتينر في ذلك الوقت بنسميه ساتوريتد فيبر بريشر، which is temperature dependent. لازم نحط في اعتبارنا ان هو temperature dependent. الفابورايزر في التقسيم الموجود في الكتاب طبعا هو يا اما بلينم يا اما درو اوفر. كلمه بلينم يعني الات نفخ، بنفخ. بمنتهى البساطه ان الكارير جاز اللي جاي من الفريش جاز فلو بيعدي على الفابورايزر، جزء بيباي باس زي ما انتم شايفين فوق في الصوره، وجزء بيخش الفابورايزر فورسفلي يعمل بروسيس اوف فابورايزيشن، تطلع الموليكيولز تنضم للفريش جاز فلو، وفي الاخر يديني الفاينل كونسنتريشن. الدرو اوفر من كلمه درو ان انا بسحب، فبعمل نيجاتيف بريشر، فبسحب الهواء من بره يروح على الفيبر مولكيولز، يعمل لها بروسيس اوف فابورايزيشن، تخرج المولكيولز مع الباي باس عشان يوصلوا للفاينل كونسنتريشن العيان بيشمه. انا ممكن يا اما اكريت النيجاتيف بريشر، يا اما ابلاي ذا فابورايزر او فنتليتور، متاسف، قبل الفابورايزر عشان اكريت النيجاتيف بريشر. اول ما ابتدوا يصنعوا الفابورايزر ما كانش كاليبريتد، هم بيفكروا ازاي يعني، دي فكره بسيطه، ان ابتدوا مثلا كمثل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، البويلز بوتل ده كان بيتستخدم علشان خاطر يستخدمه الايسر. مشكلته ان هو معمول من ازاز، و كوفيشن اوف ثيرمال كونكشن اوف جلاس از فيري لو، يعني معامل توصيل الحراره بتاعته ضعيف. انا عايز حراره عشان اساعد على التبخير، لان التبخير عباره عن تمبشر ديبندنت. لو انا سبت الموضوع كده باي تايم باي تايم، الفيبر اللي هيخرج هيتاثر وياخد الحراره من الليكويد ومن السراوندنجز، وبالتالي الفيبر بريشر هيقل، وبالتالي الفيبر بريشر اللي هو ياثر على البيشنت هيبقى افكتد، وبالتالي الانسيزا تبقى افكتد. فهو ده عيب الايسر اللي هم بعد كده فكروا في حاجات معينه هنذكرها بعد كده ازاي يتغلبوا على المشكله دي. فزي ما انتم شايفين في الايسر بوتل، انت عندك الفريش جاز فلو داخل، وبتتحكم برضو في من فوق بنوب، النوب دي فيرتيكال، كنا بنتحكم قد ايه من الاكسجين اللي بيعدي او اللي بنسميه باي باس، وقد ايه من الاكسجين او الكارير جاز اللي بيخش على الفابورايزر علشان يعمل له البروسيس اوف فابورايزيشن. السبليتنج ريشيو هي الريشيو بين اللي داخل واللي باي باس.
احنا مشكلة الفابورايزيشن برضو لازم يكون في سطح كبير علشان يحصل بروسيس اوف فابورايزيشن. فالجهاز اللي انتم شايفينه قدامه في حاجة اسمها كول او كاول. الكاول عبارة عن طريق ان بدوس على النوب اللي انتم شايفينه فوق، بيقرب الكول على مخرج الايه الكارير جاز، فيقرب الكارير جاز على السيرفيس، وبالتالي يساعد على البروسيس اوف فابورايزيشن. المشكله الثانيه غير توصيل التوصيل السيء للازاز، ان طبعا بالوقت هنبص تلاقي ان الحراره قلت اب تو حصل some sort of severe cooling up to icing على الازاز الاتير، impair more heat to be transferred to the vaporizer، وبالتالي ال saturated vapor pressure يقل. تاني مشكله الفلو ديبندنت. الفلو ديبندنت لما الفلو يبقى عالي جدا هيخش الفابورايزر بمعدل سريع جدا، ما يلحقش ياخد فابورايزيشن مولكيولز، وبالتالي ال saturated vapor pressure هتقل. على العكس لو الفيبر الفلو ريت قليل جدا، نص لتر زي ما بنستعمل في الكلوز سيركت، هنبص نلاقي ان المولكيولز هتتاخد بكميات كبيره جدا تدي اكتر من الطبيعي من الساتوريتد فيبر بريشر. عشان كده احنا عملنا تطوير في الفابورايزرز علشان خاطر نحصل على احسن فابورايزر يديني الكونسنتريشن اللي عايزها الريسبكت كل التغيرات اللي بره. خلاص، اول مشكله بتواجهنا في تصميم او الديزاين اوف ذا فابورايزر الفلو ديبندنس. هما ثلاث حاجات مذكورين في الكتاب ان انا بتغلب عليهم وانا بصمم الفابورايزر: الفلو ديبندنس والثيرمال ستابيليتي والثيرمال كومبنسيشن. اول حاجه الفلو ديبندنس، زي ما انتم شايفين في الرسمه في فابورايزر، الفابورايزر فيه الايزوفورين، واحنا قلنا قبل كده تركيزه 32% من الضغط الجوي، وبالتالي التركيز ده من دالتونز لو، التركيز ده ممكن اعرف بيه البارشال بريشر اوف ايزوفورين، هيبقى 32 كيلو باسكال. طبعا احنا مش بنستخدم الكيلو باسكال عشان المية، انما طبعا ضغط الجو احنا كلنا عارفينه 750 مليمتر ميركوري. فاصبح ان عندي جوه الايزوفلورين بتركيز 32% which is beyond requirement. فانا لما بدخل الفريش جاس فلو سواء اكسجين او نيتروس اوكسيد، بالمناسبه النيتروس اوكسيد بيدوب في الاناسيتك، فالناتج النهائي مختلف بين كونه نيتروس مع اوكسجين او اوكسجين لوحده. فالاوكسجين بيخش، لو نفترض الاوكسجين دخل بنسبه 5% لجوه الداخل الفابورايزر، والباقي ال 95 باي باس. ال 5% اللي دخلت دي هتخلي ال 32% قد ايه؟ هتخليه 1.6، انه 5% من ال 32%. دي الطريقه اللي انا بوصل الكونسنتريشن اللي انا عايزها. بيلد سبليتنج ريشيو. الفابورايزرز القديمه زي اللي قلنا قبل كده البويلز بوتل، الكابر كيتل، كابر كيتل كانت عباره عن فابورايزر بيبقى فيها اثنين فلو ميترز، واحد موجود على الباك اوف ذا بار اوف ذا انستيك ستيشن، والثاني ملحق بالفابورايزر، ملحق بالفابورايزر، بتحكم بالكونسنتريشن اللي خارج من الفابورايزر بالفلو ريت اللي انا بحطه. مين وايل، عشان نذكر برضه نكمل الكابر كيتل، الكابر كيتل كان فيه ترمومتر، الترمومتر ده احنا قلنا الساتوريتد فيبر بريشر از تمبشر ديبندنت، فانا بحط الترمومتر جوه او موجود جوه الكابر كيتل بيديني فكره عن حراره الفابورايزر جوه، وانا عندي الفلو ريت اللي راح الفابورايزر، الاثنين دول بيحققوا لي ان اقدر اتحكم في الكونسنتريشن اللي خارج طالما عرفت البريشر والتمبشر تعرف، وطالما عرفت الفلورين. فدي وسيله قديمه كانت بتستخدم علشان نضمن بروبر كونسنتريشن. طيب ازاي اتغلب على فكره ان الفلو ما ياثرليش على الكونسنتريشن اوف ذا فابورايزر؟ فزي ما انتم شايفين فوق في تو سيستمز ان انا
بحاول اتغلب على المشكله دي. اول حاجه الفايبريك ويكس اللي هو الفتيل اللي كان موجود في لمبه الكيروسين، والسنتريد تيوب. سنتريد تيوب عباره عن تيوب فيها خروم، ممكن تكون طبعا هي ازاز او متر. نبتدي الاول في الفايبريك ويك. الفايبريك ويك عباره عن فتيل جزء منه مغموس في الليكويد انستيك، جزء طالع بره. طيب يعني ايه فايدته؟ فايدته ان هو السيرفيس تنشن اللي احنا ذكرناها قبل كده عباره عن قوة بتسحب، فعن طريق الكابيلرز الموجوده في الويكس هتسحب الليكويد انستيك لخارج السطح. لو انا بصيت على سطح الانستيك وزاود فايبر ويك هتبص لي سطحه بحدود، انما انا لو زودت السيرفيس اريا بتاع السطح الليكويد انستيك في وجود الفايبر كويكس هتبص تلاقي السطح زاد، وبالتالي كميه الفابورايزيشن هتزيد. ايه الهدف؟ الهدف ان انا اخرج الساتوريتد فيبر بريشر فولي ساتوريتد بالفابورايزر، وبالتالي يلحق بالفريش جاز فلو علشان يديني الناتج النهائي للكونسنتريشن اللي عايزها، علشان ما نخليش الفلو يتحكم في الكونسنتريشن. تاني وسيله اللي هو السنتريت. السنتريت عباره عن فريش جاز فلو بيعدي في التيوب اللي انتم شايفينه. التيوب دوت بيبقى فيه عباره عن اخرام بيطلع منها بابلز، البابلز السيرفيس اريا بتاعتها كبيره، فتزود دي السيرفيس اريا وبالتالي تزود دي البروسيس اوف فابورايزيشن، وبالتالي بتحكم في الكونسنتريشن ريسبكت اوف الريت اوف فلو. دي الحاجات اللي انا بعملها دايما او نتغلب على الفلو ديبندنس في الفابورايت. تاني حاجه الثيرمال ستابيليتي. يعني ايه الثيرمال ستابيليتي؟ انا عايز الفابورايزر دوت يحافظ لي على الحراره اللي جوه الفابورايزر عشان اضمن ان الحراره تبقى كفيله انها تولد لي ساتوريتد فيبر بريشر اللي هي مسؤوله عن انستيزيا. احنا قلنا قبل كده لما يحصل دي اسمها الليكويد لما يتحول لفيبر اسمها فابورايزيشن، ده بيستمد او بيستمد الحراره من الليكويد او من المحيط بالليكويد. دي بتاخد حراره كاينتيك هيت بتاخده من مولكيولز، وبالتالي بالتبعيه الحراره هتخلي الساتوريتد فيبر بريشر يقل، وبالتالي هنخش في دايليمت ان الساتوريتد فيبر بريشر قل وبالتالي العين مش هتبان. فانا بس بتعوض عنها، بضمن ان في نوعيه من الهيت اللي موجوده تحافظ على الحراره. حاجتين موجودين في الفابورايزر. اول حاجه الليكويد انستيك. الليكويد انستيك دوت ليه فوليوم وليه دنسيتي. لما اضرب فوليوم في دنسيتي هيديني ايه؟ هيديني الماس. اضرب الماس في السبيسيفيك هيت بتاع الماس دوت هيديني الهيت كاباسيتي. دي معلومه. احنا عارفين ان الايزوفلورين السبيسيفيك هيت بتاعه واحد، او متاسف الدنسي بتاعته 1.87 جرام بير مليليتر، فمضربه في ال 200 سم اللي موجود جوه الفابورايزر يبقى انا جبت الكتله. خلاص اضربها في السبيسيفيك هيت بتاعه الايزوفلورين اللي هي 0.8 جول لكل كيلو لكل كلفن. اما اضرب الاثنين الثلاث حاجات في بعض هنحصل على الايه؟ الهيت كاباسيتي. الهيت كاباسيتي هتوصل حوالي 300. طبعا هو مش مفروض انك تحفظ الارقام دي قوي، انما تبقوا عارفين برضه سبيسيفيك الدنسيتي بتاعت الايزوفرين 1.87 جرام بير مليليتر بير مليليتر. طب ايه اهميه بالمناسبه ايه اهميه ان انا اعرف الدنسي؟ اقدر اعرف قد ايه من الايزوفلورين ممكن يستهلك باي تايم. خلاص فالناتج النهائي حوالي بيبقى 300 جول لكل كلفن. دائما وابدا السبيسيفيك هيت بيبقى الايتمز اللي بتعبر عنه 3، انما الهيت كاباسيتي بتعبر عنه بحاجتين. خلاص يبقى انا عندي 300. الهيت كاباسيتي بتاعه البلوك اوف كوبر اوف الفابورايزر هو 5 كيلو، يبقى انا عندي ماس اضربها السبيسيفيك هيت بتاعتها
الانترس فيها ان سبيسيفيك هيت بتاع الكوبر اقل من الهالوسين، وبالتالي الاند ريزلت الهيت كاباسيتي اوف الكوبر بتبقى 1950، وده رقم انا طبعا مش هنساه عشان انا اتولدت سنه 1950. نجمع الاثنين، هنوصل لمخزون من الحراره تكفيني ان انا اضمن الساتوريتد فيبر بريشر يحافظ على الدرجه بتاعته، طالما انا منظم التركيز بتاعه بالنوب اللي موجود في الفابورايزر. فانا مرسوم هنا الفابورايزر موجود حته بلوك تحت كانه ده بيحافظ على الحراره، خلاص. طبعا هم جايبين بعد كده الووتر جاكيت اللي بتتحط على الايمو. الووتر جاكيت اللي بتتحط على الايمو عباره عن مشكله الايمو ان هو برضو زي ما قلنا قيس البطل ان باي تايم الحراره هتقلل الساتوريتد فيبر بريشر بتاعته لان الازاز ما بيوصلش. فانا لما احط ووتر جاكيت اراوند ذا فابورايزر، ميزه الووتر انه اعلى ليكويد في اعلى ليكويد لسبيسيفيك هيت، معناه ايه؟ انه يكتسب الحراره ببطء ويفقدها ببطء. ومعروف طبعا سبيسيفيك هيت اوف ووتر برضه لازم تتحفظ اللي هي 4.18. ده سبيسيفيك هيت، يبقى فيه 3 ايتمز، يبقى جول بير جرام بير كلفن، خلاص. فدي وسيله. انا انت مش مع مش مع مش مف مش مع مش مفروض عليك انك تحفظ ايه الهيت كاباسيتي في الظروف دي، انما دي فكره ليه بنحط ووتر جاكيت اراوند ذا ايمو فابورايزر. التمبشر كومبنسيشن ثالث حاجه اللي انا بعتمد عليها في تصميم الفابورايزر. زي ما انتم شايفين في الرسمه ساتوريتد فيبر بريشر اوف ايزوفلورين عباره عن الترانسفيرس اكسس والفيرتيكال اكسس عشان اعمل جراف، خلاص. احنا قلنا الساتوريتد فيبر بريشر از تمبشر كومبنسيت، كل ما زود الحراره الساتوريتد فيبر بيزيد. زي ما انتم شايفين الحراره في الموجوده في الابسيسه اللي احنا بنقول عليها ابسيسه اللي هي الترانسفيرس، والفيرتيكال اللي هي بالكيلو باسكال. كل ما الحراره زادت كل ما كان ساتوريتد فيبر بريشر تعلى. وبالتالي لو انا وصلت الساتوريتد فيبر بريشر للاتموسفيريك بريشر الليكويد هيغلي. يعني what is the meaning of boiling point is the point where the saturated vapor pressure of the liquid equals the atmospheric pressure. الميه لما بتيجي تغلي الميه انت بتقعد تغلي الميه لحد ما تتبخر امتى؟ لما درجه غليانها بتشكل vapor pressure يساوي الاتموسفيريك. At this point بيحصل غليان. الثيرمال كومبنسيشن لازم يبقى فيه طرق معينه ان انا اضمن ان الفابورايزر ده شغال، يا اما جو حر جدا او جو في الاسكيمو، يضمن ان الكونسنتريشن اللي انا حاططها على النوب تبقى ثابته. ففي ثلاث اساسيات، وبعدين طبعا في اللي احنا قلنا عليها الكابر كيت اللي قبل كده ان هو ده عباره عن فابورايزر، في فلو ميتر للفابورايزر والفلو ميتر موجود في الباك اوف ذا انستيك ماشين، وفي مين وايل الكابر كيت اللي بيبقى فيه ترمومتر. فانا بحقق الكونسنتريشن من منطلق الحراره اللي موجوده جوه الفابورايزر والفلو اللي داخل الفابورايزر، الاثنين دول يقدروا يخلوني اضمن ان في كونسنتريشن معينه. الفيبر فابورايزر اللي هو اللي موجود في الدريجر زمان كان بيبقى فيه نوب من فوق، النوب ده بيبقى فيه فيرتيكال لاين وانترسكتنج لاين، بحيث ان انا اشكل الكونسنتريشن على الفلو. يعني 2 لتر فلو ونص كونسنتريشن، الاثنين ينترسكت مع بعض عند بوينت معينه. في ترمومتر، الترمومتر ده بيقيس حراره الليكويد انستيك، وبالتالي من منطلق دوت اقدر ان انا احصل على الكونسنتريشن اللي انا عايزه في الظروف دي. طبعا الكلام ده كله دلوقتي اصبح اوتوميتد. الثلاثه سيستم اللي موجودين تحت في الصوره دول عباره عن وسائل ان انا احافظ على الحراره بتاعه الفابورايزر ريسبكت اوف تمبرتشر تشينجز. اول واحده على الشمال ده اشهرهم اسمها باي ميتاليك ستريب
عبارة عن شريط فيه two types of metals of different coefficient of thermal expansion. يعني لو سخنتهم واحد يتمدد عن التاني، هما الاثنين مع بعض يروح واخده سادد الفكرة. وده عبارة عن برضو فكرة ال air conditions، الباي ميتاليك ستريب اللي بيفصل الكمبريسور لما الحرارة توصل درجة معينة، يفصل الكهرباء. فهنا هنا واضح ان الباي ميتاليك ستريب بيتلت على اوبننج، الاوبننج ده هو مخرج الفيبر. فكل ما الحرارة تزيد، كل ما ساتوريت الفيبر بريشر تزيد، كل ما كان الستريب يتمدد ويقفل الفتحة، فيخلي الخارج اقل من المطلوب في الظروف دي. والعكس صحيح، ينكمش لما الحرارة تقل، يفتح الفتحة ماكسيمالي. خلاص. طبعا اللي داخل جوه الفابورايزر بنسميه upstream، واللي خارج من الفابورايزر اسمه downstream. تاني نوع من الكومبنسيشن اللي هو البيلوز. بيلوز عبارة عن زي كونسرتينا عليها ميتل، والميتل رود، وفي بلب فوق. بحط سائل اوف هاي سبيسيفيك هيت فيه، بحط ايتير. لما الحرارة تزيد هيحصل اكسبانشن للبيلوز، وبالتالي النوب هيقفل الفتحة. يبقى كل ما زادت الحرارة كل ما هيقفل، كل ما الفيبر خارج اقل، علشان يحقق الكونسنتريشن اللي عامله على النوب. تالت حاجة اللي هو الميتال رود. ميتال رود ده معمول من انفر وعليه براس. المهم الموضوع ده موجود في دريجر. المهم عبارة عن ان هو يتمدد بالحرارة، لما يتمدد يقفل الفتحة اللي خارج منها الفابورايزر اللي بيسموه ايه؟ upstream. طيب انا دلوقتي التلات كومبنسيشنز اللي انا عملتهم دول عشان احقق لي concentration in respect of change of temperature, respect of working in high climate or low climate، او بستخدم هاي فلو او لو فلو. فانا بستعيد عن طريق ان احقن ليكويد انستيتيك في السيركت. تقريبا 1 مليمتر اوف ليكويد انستيتيك يديني 120 مليلتر اوف فيبر. خلاص. فالمثال اللي انا شايفه قدام في الصوره ديت عباره عن السيمنز فابورايزر. السيمنز فابورايزر عباره عن سروت الفالف بيتحكم لي في الكونسنتريشن، وبعدين الفريش جاز فلو بيعدي عليه، بيبقى فيه بريشر دروب. لما الفلو يعدي على اوبستراكشن اكيد بيبقى فيه دروب اوف بريشر. كل ما الفلو زاد كل ما الدروب اوف بريشر زاد. خلاص. طب وبعدين ايه المشكله؟ البوينت ان انا الليكويد انستيتيك طالع منه نوزل، النوزل ده فاتحه بيخرج الليكويد انستيتيك بريت اكوردنج للبريشر ديفرنس. يعني لو فلو زاد البريشر ديفرنس هيزيد، هيكتر الفلو اللي خارج من الفابورايزر، وبالتالي هيحافظ لي على الكونسنتريشن اللي انا عايزه. فدي وسيله. تاني وسيله اللي هي دايركت انجكشن اوف ذا ليكويد انستيتيك في السيركت، واللي باينه هنا في الصوره الهيتد بالسد تشامبر. يعني ايه هيتد بالسد تشامبر؟ التايتل يبين لي يعني ايه. واز ذا مينينج اوف ذات؟ انا عباره عن تشامبر. الشامبر ده بابلايد ازازه ايزوفلورين او وات ايفر. البريشر اللي موجود جوه الازازه 0.4 بار. خلاص. ايه اللي بيحصل؟ ان الليكويد انستيتيك بيخش، بيبقى في تمبشر معين موجود. التمبشر ده بخليه كونستنت عن طريق الثيرموستات اللي موجوده فوق. خلاص. الفوليوم ثابت. لو انا عملت ري ارينجمنت في الصفحه اللي بعد كده اوف الجنرال جاز لو، هنبص تلاقي ال N اللي هو النمبر اوف مولز على الفوليوم اوف ذا مولز يساوي ايه؟ ار تي. الار يساوي الار تي على البي. انا عايز المولكيولز اللي خارجه او المولز اللي خارجه مع الفوليوم تبقى بقدر، بحيث انها تريجوين ذا فريش جاز فلو علشان تديني الفاينل كونسنتريشن. يعني ايه؟ طالما نسبة التي على التنشن على التمبتشر على البريشر اللي موجود جوه الكومبوننت ثابت، يعني نفترض 1/2، يبقى لازم الان اللي هو النمبر اوف مولز على الفوليوم يبقى 1/2. يا انا عايز اخرج مول واحده، يبقى هقدر اخرج مول طالما الفوليوم 2 وهلم جرى.
اللي بيتحكم في فتحة خروج المولز سولونيد فالف. ده فالف بيفتح بسرعة جدا يطلع الكومبوننتس مع الفريش جاس فلو علشان يديني الفاينل كونسنتريشن. فدي وسيلة ان انا اتغلب على مشاكل البروسيس اوف فابورايزيشن. الديس فلورين فابورايزر اللي هو تيك 6 ده بيسموه اوتوميت كمبيوترايزد هيت فابورايزر. المشكله سبحان الله ان الايزوفلورين او الديس فلورين متاسف بيغلي على 22.6 او 8. ايماجين ذات، يعني في حاجه بتتغلي عن درجه حراره الغرفه، فمش ممكن استخدمه في الكونتمبري فابورايزرز الموجوده اللي هي متعاد عليها. فانا بستخدم سبيشال فابورايزر. سبيشال فابورايزر زي ما انتم شايفين في الرسمه عباره عن صم، يعني مكان بحط فيه ليكويد انستيك. درجه الحراره بتاعته ب 39. الله، طب انا احط 39 وهو بيغلي على 22.6؟ لا، لان عايز اعدي درجه غليانه. في ظروف معينه بعدي الكاركتر بتاع الليكويد علشان ما يحصلوش بويلنج. لو انتوا هتاخدوا بعد كده ان شاء الله الميجرمنت اوف اوزمولاريتي، في حاجه اسمها سوبر كولينج ميثود. يعني ايه؟ الليكويد بيحصل له بيتلج عند، نفترض الميه بيتلج عند درجه حراره صفر. لو انا خليت الحراره اقل من صفر مش هتحول لايس، هيفضل ليكويد. فدي وسيله ان انا اغير من شان الليكويد علشان ما يغليش. عشان كده احنا بنسخنه 39 علشان ما يغليش. فالفيبر بريشر الخارج من الصم حوالي 2 اتموسفير او 200 كيلو بسكال، عالي جدا. فبيروح على منظم يخليه 1.2 كيلو 1.2 بريشر. خلاص، طيب هو خارج من سكة والفي انذر فريش جاز فلو خارج من سكة تانية، على اتنين بيجوين مع بعض عشان يروحوا البيشنت. طيب الفيبر الخارج من الفابورايزر بيتحكم في سبيشال فالف فوق زي ما مرسوم في الرسمه، والفريش جاز فلو بتحكم عن طريق سيستم موجود. يعني دلوقتي انا الايزوفلورين خرج والفريش جاز فلو خرج، الاثنين عايز اكون الاثنين في نوع من البريشر متجاوب مع بعضه. ازاي اعرفه؟ عن طريق الديفرنشال بريشر ترانسديوسر، زي ما انتم شايفين عباره عن دايفرام. الدايفرام ده يقدر يستشعر البريشر اون بوث سايدز. طيب لو البريشر زاد بالنسبه للايزوفلورين اللي فوق هيستشعر بميديول زي ما انتم شايفين، يرجع على الفالف يتحكم فيه علشان اضمن ان التو فلوز اللي هو الفريش جاز فلو والانستيك فلو يروح للبيشنت ات certain required concentration. خلاص، دقيقة واحدة. بعد كده بنتكلم على effect of pressure on evaporizer. يعني انا لو خدت الفابورايزر ده شغلته تحت سطح الميه، ضغطه بيبقى 2 اتموسفير او 200، هيفرق ولا مش هيفرق؟ لا، اغلب الكونتمبري فابورايزر مش هيفرق، ولكن الديس فلورين فابورايزر هو الواحد اللي يفرق. وده عن طريق الملخص عشان خاطر ما تبقوش ديستربت. انا عندي تو فابورايزر، واحد شغال في الاتموسفيريك بريشر وواحد شغال في الهايبربارك سيتويشن، هايبربارك شامبر. فزي ما انتم شايفين احنا قلنا الايزوفرين تركيزه 32، ضغطه 32 كيلو باسكال، يعدي الفريش جاس فلو بنسبه معينه علشان يطلعه بنسبه معينه زي محطوط على النوب 1%، ويخرج بتركيز احنا قلنا 1.6 زي المثل اللي فات، ولكن الفيبر بريشر بتاع 1 كيلو باسكال، وهو ده الاساس اللي بيحقق البروسيس اوف اناسيزيا، الساتوريتد فيبر بريشر او الفيبر بريشر. خلاص،
على النقيضة على الناحية الثانية عندك فابورايزر، فابورايزر فيه الايزوفلورين، ولكن الفابورايزر تحت تأثير 2 اتموسفير، يبقى ال 32% بتاع الايزو بتاع الـ بتاع الايزوفلورين من ال 100 هيبقى 16، عشان ده 2 خلاص. وبالتالي انا لو حطيت النوب على واحد هيخرج بتركيز 2.5%، ولكن النص في المية دي الفيبر بريشر بتاعها كام؟ 1 كيلو باسكال، وبالتالي البريشر وركن ان اني اتموسفيريك بريشر ويل نوت افكت ذا فاينل ساتوريشن اوف ذا فابورايزر. اذا الرسمه اللي فوق دي باينه ان دايما الفلاش بتاع الاكسجين دايما احطه بعد الفابورايزر، والا لو حطه قبلي وضغطت عليه هيطلع سيفير اماونت اوف فيبر خلاص. الكات اوت اباريس محطوط برضو بعد الفابورايزر عشان لو اكسجين لا قدر الله قل او قطع يبقى ما فيش فيبر يروح على البيشنت خلاص. ده اليوز اوف فابورايزر ان تاندم. زمان كان الفابورايزر نحطهم جنب بعض اللي هما مش سيلكتيتك، كان سهل جدا الايثر وهو طالع يروح يدخل في الهالوسين خلاص. فاحنا اتغلبنا على الموضوع عن طريق التاندم، ان كل عم تسمع على السيلكتيتك ان فابورايزر بتتحط في مكانها ومش ممكن واحد يتفتح طالما الثاني مفتوح. الدرو اوفر فابورايزرز، الدرو اوفر فابورايزرز اللي احنا قلنا عليهم ان الريزيست بتاعتها بتبقى قليله علشان تسمح للعيان ان هو يستنشق من غير ريزيستنس، اشهرهم الايمو. واحنا قلنا قبل كده الايمو ده عباره عن زي الايثر باطل، في الكومبنسيشن بتاعته ازاي معموله، ازاي معموله او زي هاو تو بريزيرف الهيت عن طريق ايه الووتر جاكيت، وبيبقى في بيلوز عشان ثيرمال كومبنسيشن، فهو عيبه انه تقيل يعني، فده عيبه. وبعدين هو يعني ممكن استخدمه في ال فابورايزر انسايد سيركت، هنذكرها بعد كده. بعد كده في عندنا الاوكسيد مينيتشر فابورايزر برضو نفس الوسيله، يعني في برضو ووتر جاكيت والكلام ده. وبعدين عندنا وبعدين بيبقى من انواعها اللي هو التراي سيرفيس فابورايزر اللي ممكن يستخدم اي كذا نوع من الفابورايزر، بيبقى فيه ماده اسمها انتي فريز علشان تضمن ان ما يحصلش فريزنج للفابورايزر. ثالث نوع اللي هو الباك اللي هو بورتبل انستيزيا كومبليت، ده برضو واحد من الدرو اوفر، بيستخدم باي ميتاليك ستريب اللي ذكرناه قبل كده. وبعدين هو الى حد كبير كاليبريتد. الكير اوف فابورايزرز اللي انا ازاي باي تايم ان انا احافظ على التركيز بتاعته ان ريسبكت اوف ذا تشينجز اوف تايم. السايمول اللي كان موجود زمان في الفلوسين كان ستيكي، فكان بيلزق على الويكس، اما كان يلزق على الويكس كان بيأثر على والكومبوننتس بتاعت كان يأثر على الفاينل فانكشن اوف ذا فابورايزر. فاحنا زمان بعد فتره معينه لازم كان يتغير، فانا مفروض كل 6 شهور او سنه اعاير الفابورايزر. الفابورايزرز الجديده دي لحد ما بتقعد فترات طويله من غير معايره. اشهرهم الريفراكتوميتر، معتمد مش هنذكره دلوقتي، معتمد على معامل انكسار الضوء. دي شوية معلومات عن التايب اوف فابورايزر. احنا قلنا عندنا البلينم وقلنا درو اوفر، انما في حاجات تانية اللي هي انا عملت مثلا الهيت تشامبر او الديسفلورين، كل ده فوليوم ديترمنت يعني او كونسنتريشن ديترمنت، انما التاني مبني على السبليتنج ريشيو. Effect of barometric pressure on the working
system of the vaporizer is made on the principle that whenever the barometric pressure is increased, the number of molecules increased, and vice versa. So whenever we have changes, the molecules of the pressure will not be affected, but will be affected. I'm sorry, and the molecules of the vapor will not be affected. So this makes a difference. Of course, the vaporizers have a non-return valve, so that it will not be affected by the back pressure. زيادة عن اللي موجودة في الكتاب اللي عايز Of course, Simul, which is present in Halocene, it gums up the constituents of the vaporizer and will affect the final concentration of the patient, of the anesthetic going to the patient. Of course, nowadays they are trying to find synthetic material not affected by Simul, where the calibration of the vaporizer is in need of more than 5 years to be calibrated, and using materials like Teflon. Of course, Lewis acid affects this vaporizer, so we must put it in our mind. And of course, nowadays we, I think in Russia, they use xenon, which has a partition coefficient, gas partition, liquid partition coefficient of 0.14, which is a very rapid anesthetic gas. يعني هي انترست جدا سامري اوف فابورايزر بيرفورمانس. كل دول اللي انا ممكن اجيب سؤال وتحط كل الكلام ده عشان تحقق لي ازاي البروبر فابورايزر. These are some notes showing that the compensation of vaporizer nowadays, which is not affected much by temperature, by the compensation we had mentioned before, not affected by the flow within range, and not affected by the atmospheric pressure, whether they are working in high or a low atmospheric pressure, apart from the disfullerene vaporizer, which must be adjusted. Of course, we will never forget the pumping effect, of course, and the method how to compensate for the back pressure. And we must put in our mind that the vaporizer must have a device to prevent what we call the tilting. And of course, the composition of the carrier gas is much affected by the final concentration. Of course, nitric oxide is being dissolved in the in the liquid anesthetic, and we will never forget the Simul and its effect on the calibration of vaporizers. وده الايمو زي ما انتم شايفين. This is a disfullerene vaporizer, as we can see, with the thermal compensation and the water jacket around it to preserve the heat. The disfullerene vaporizer. ده السنتريت اللي على اليمين عشان يعمل This figure shows the centrid type, where there is opening in a special tunnel so that it can release bubbles, increase the surface area of the anesthetic bubbles. ده saturated vapor pressure لكل الانستيكس. اللي تحت بيمثل التمبشر والفيرتيك بيمثل vapor pressure, كل ده بالمليمتر ميركوري. طبعا واضح الديسفلورين عند درجه حراره 22 يغلي, يعني يوصل 760 مليمتر ميركوري فوق. فالكيرف ده بعرف ساتوريتد فيبر بريشر اوف ديفرنت انستيك ات ديفرنت تمبشر, بعرف البويلنج بوينت وبعرف الكونسنتريشن بتاع الانستيك. You can see the different saturated vapor pressure according to the temperature, and we can utilize the curve to know the concentration of the anesthetic going to the patient at vapor pressure. And you can see that almost the disfullerene boils at the normal room temperature. The disfullerene vaporizer. You can see here the disfullerene vaporizer, and this is the Alaeddin being introduced into the station. دول برضه هما الاعلاء الدين فابورايزر. This is Alaeddin vaporizers with different types of vaporizer. The
this furin doesn't need a special heater, and they are being taken, as we can see from the handle, they're being inserted into the station where it can be utilized. ده الايمو وده الاوكسو مينيتشر فابورايزر اللي هم كلهم درو اوفر. The figure shows the Oxford miniature vaporizer on the right side and the Epstein Macintosh Oxford vaporizer which are used as draw over vaporizers. ده الباي ميتاليك ستريب والانفر اللي هو الميتال اللي بعمل بيه كومبنسيشن. We can see how the fillers are being used to avoid miss putting different anesthetics in different vaporizers, and on the left side we can see the bimetallic strip, how can it shut off the outlet so that will minimize the amount of vapor going to patient whenever the heat is high. And then we have the metal rod which is made of anvil. Of course, whenever it's been heated, it expands, decreasing the area where the vapor is going outward. And whenever it's compressed, of course, it increases the area so that the vapor pressure will not be affected by a temperature. Of temperature. وبعدين ده عندك الأوكسور مينيشير فابورايزر. وبعدين اللي على الشمال ده عبارة عن direct injection of liquid anesthetic. ده سيستم معين احنا قلنا عليه ان انا بانجكت الليكويد والليكويد جوه بيتحول لفيبر بطريقه القانون اللي احنا قلنا الان على في يساوي بي في على ار او بي ار على تي. انا مش متذكر معلش انا كونفيوز. انما نهايه المطاف ان انا لو ثبت حاجتين لازم الان والفي يكونوا ثابتين وبالتالي اقدر اتحكم في كميه الفيبر الخارج من الفابورايزر بتحكمي في كميه المول 1 مول اوكيوبايز 22 و4. The figure shows on the left the direct injection of liquid anesthetics where it has been submitted to an heater, and this heater converts the liquid into vapor to the stream. And on the right side you can see the Oxford miniature vaporizer which is used in the draw over a system.